لح وقالوا شيء اللي بيلعب عادل. مشاهدي قناة شعب قناة شفت فيها، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كنتم معلوم مشاهدي متبعينا، فحنا كنتواجدوا هنا بالمقر بالوكر اللي كانوا كيتواجدوا فيه أفارقة جنوب الصحراء اللي كانوا مستغلينه، يعني محتي من أجل كانوا محتلين هذه البلاصة هذه وكانوا عايشين فيها، كانوا دايرين كأوكار ديالهم. كما كنتم معلوم مشاهدي متبعينا في هذه اللحظات، شوفوا معايا أفارقة جنوب الصحراء فين كانوا عايشين الإخوان، فشوفوا معايا الإخوان فين كانوا عايشين، فتخيلوا معايا أنهم عايشين في هذه الحالة هذه مشاهدي متبعينا، حالة ينثى لها، حالة كارثية كيعيشوا فيها. يعني كانوا الحمد لله تدخل عناصر الامن الوطني وعناصر الوقايه المدنيه اللي دخلوا في واحد الظرف اللي هو وجيز جدا، يعني قدروا نقولوا انه يعني تحقاموا بالتحيه. شوفوا معنا الاخوان، فابقوا معنا غادي نوريكم يعني جوله، غنوريكم البلاصه اللي يعني شوفوا معنا اش خلاو، شوف يعني شوفوا معنا الناس اللي كانوا عايشين، البلاصه اللي كانوا عايشين فيها الافارقه هادو، يعني شوفوا معنا شوف كلاب الاخوان، شوف كلاب، شوف كلاب، شوف كلاب الاخوان، راه واحد الحاله ينثى لها، حاله كارثيه. يعني شوفوا معنا هاد الناس هادو فين كانوا عايشين، كانوا مستغلين هاد البلاصه هادي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متشبعينا، هادو راه كانوا يعني كانوا كيعيشوا هنا، يعني ان شاء الله يحفظ السلامه الله يهدي الشوي. يعني كما كتشوفوا يعني هاد الناس فين كانوا عايشين، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، واحد العيشه هنايا راه ما يمكنش ان الواحد يقدر يعيش في هاد البلاصه. شوف 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 المواعن ديالهم الاخوان، يعني كتشوفوا وشوفوا معنا فين كانوا كينعسوا الاخوان، شوف شوفوا معايا فين كانوا كينعسوا، الحاله اللي كانوا كينعسوا فيها، شوفوا معايا الكارثه الاخوان. يعني هذه البلاصه هذه راه كانوا كيعيشوا هنا الاخوان، كانوا مستغلين هذه البلاصه. يعني دارت المعلومه مباشرة، يعني كانت دارت الاخبار ان هذه البلاصه هذه كانوا كيقولوا انهم يعني ولاو هنايا دسروا، ولاو يعني كيقولوا انهم كيجيو هنايا تجارب مخدرات البوفا، بزاف د الحوايج كيوقعوا هنا في هذه البلاصه. فشوفوا معايا انا اللي ما بغاش يدخل لي راسي ان كيفاش مواطن واحد بنادم عايش في هذه الحاله هذه، كيفاش ان واحد كان عايش في هذه الحاله هذه. شوفوا معانا، شوفوا معانا الحاله اللي عايشين فيها الناس، يعني واحد الحاله يرثى لها، حاله كارثيه. كما كتشوفوا معانا مشاهدينا متشبعينا، برافو عناصر الامن الوطني، برافو عناصر الامن الوطني اللي جاوا نقاو هذه المنطقه، يعني الحمد لله تم التنقيه ديالها. كما كتشوفوا فهذه البلاصه اللي كانوا كيعيشوا فيها، شوفوا معانا، شوفوا معانا مشاهدينا الكرام، الحمد لله يعني من بعد تدخل ديال عناصر الامن الوطني، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، فهاد البلاصه هادي كانوا ساكنين فيها هاد الناس هادو، او كما كنقولوا حنا كانوا محتلينها هاد الناس هادو. فشوفوا معنا فهاد اللحظات يعني عناصر الوقايه المدنيه دخلوا، كما قلنا ان جنوب افارقه جنوب شو البوطاج الاخوان، شو شو البوطاج، يعني البوطاج قبيله ملي شعلت العافيه، البوطاج شعلوا فيهم العافيه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متشبعينا، يعني برافو عناصر الامن الوطني، برافو عناصر الامن الوطني اللي نقدروا نقولوا الحمد لله سيطروا على الوضع هنايا، يعني في ولاد زيان ما حطاش ولاد زيان، الحمد لله الاوضاع هادئه. فتحيه خاصه لعناصر الامن الوطني باش انك تشوف في هذا الوقت هذا من 4 الصباح، حنا دابا في 7 الصباح والكل باقي واقف، الكل باقي كيتقاتل، الكل يعني الحمد لله الدنيا خوات هنايا، الحمد لله نقدروا نقولوا عادت الحياه لساحات يعني كما نقولوا ما حطاش ولاد زيان. فهذه الاوكار اللي كانوا عايشين فيها هاد الناس هادو، هذه الاوكار اللي كانوا مستغلين هاد الناس هادو، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متتبعين، يعني الله يحضر السلامه، الله يلطف بينا. كما كتشوفوا انا ما فهمتش يعني هانتوما البيار الاخوان، مخلي يقول فازير هذا السيد هذا، يعني مخلي بيار كل واحد، يعني كما قلنا كاين اللي مستغل هذه البلاصه دار فيها بيار، كاين اللي مستغل يعني كاين اللي داير بابي فوت، كاين اللي داير ملها، اقسم بالله الا كانت ملاهي هنايا الاخوان، واحد داير بايلات سينتات ومقاد ومزيوق وكي مخالق الحياه، بالليل كيتجمعوا كيطلقوا الموسيقى كيموسقوا بعضياتهم. فها انتم الاخوان، يعني الحمد لله والكارثه ملي تم الطرد ديالهم بغاو يحيدوا من شعلوا العافيه الاخوان البوطاش، يعني ولاو كيروحوا البوطاش وسط العافيه وكنسمعوا التفرقيع، يعني راه واحد التفرقيع كان قبيله راه ما يمكنش الاخوان. فبرافو عناصر الامن الوطني، برافو عناصر الوقايه المدنيه، مجهودات جباره كيقوموا بها والناس باقيين خدامين، يعني ها انتم كما كتشوفوا الناس باقيين خدامين، باقي كيحاولوا انهم يلقاو اقماد هذا الحريق هذا. برافو عناصر الوقايه المدنيه، فشوفوا معنا هذو هما البوطاش الاخوان، شوفوا معنا شحال ديال البوطاش، يعني تم يعني حيدوا من الناس. فتحيه خاصه لعناصر الوقايه المدنيه اللي قدروا نقولوا قاموا مجهوله، شوف شحال ديال البوطاش الاخوان، شوف شوف شحال ديال البوطاش حيدوا، شوف يعني شوفوا معنا
شوفوا معنا الاخوان، شوفوا الناس والعافيه باقا شاعله الداخل، فشو كارثه الاخوان. شوفوا بيار الاخوان، شوفوا بيار، ها انتم الاخوان بيار، ها انتم الواحد ماشي حتى بيار واحد، هذا كازينو، هذا البيار الاول والثاني، زوج البيارات الاخوان، يعني زوج البيارات اللي كاينين هنا، البيار الاول البيار الثاني، واخدين راحتهم يعني واكلين شاربين، الماء والضو فابور. ايوا اللي لقى راحتو في البال ما عنده ما يدير بالعقل. فهانتوما كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المشاهدين، برافو عناصر الامن الوطني، برافو عناصر الوقايه المدنيه، برافو عناصر القوات المساعده، باش انك من 4 الصباح وانت الناس ناعسين وعناصر الامن الوطني والوقايه المدنيه واقفين كيتقاتلوا باش انهم يحرروا هذه البلاصه هذه، وباش انهم يخرجوا بصفر اصابه وصفر الحمد لله هذا الشيء اللي كان. فبرافو عناصر الامن الوطني، برافو عناصر الوقايه المدنيه. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، فكنتواجدوا مباشره من مدينه الدار البيضاء، العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء، فهذه هي المنطقه كما قلنا اللي كانوا مستغلينها افارقه جنوب الصحراء وعايشين فيها. فالحمد لله تم التحرير ديالها في هذه اللحظات. فهانتوما كتشوفوا يعني الحمد لله تم تحريرها، يعني الحمد لله. شوفوا فين كانوا عايشين الناس، فشوفوا معانا الاخوان، هانتوما واحد ديال بيار الاخوان، بيار وعيش الاخوان هنا، هانتوما واحد ديال القوامل سبرديلات كيبيع المناضه خدام الاخوان على راسو، هانتوما واحد ديال قريه ديال الحمام، يعني ما عرفتش انا هاد الناس هادو، يعني الله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يلطف بينا والله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شاب، قناه شوف تي في، مباشره من الدار البيضاء، يعني مجهودات جباره في هاد اللحظات كما قلنا كانوا كيقوموا بها عناصر الامن الوطني وعناصر الوقايه المدنيه، يعني الحمد لله قاموا باخماد الحريق. شوفوا يعني خلاو بيار، خلاو بزاف ديال الحوايج هنا، يعني الله يلطف، الله يدير التاويل ديال الخير، الله يلطف، والله يحفظنا، الله يحفظنا. كما كتشوفوا هذه البلاصه اللي كانوا مستغلينا او محتلينا افارقه جنوب الصحراء، مباشره من مدينه الدار البيضاء محطه ولاد زيان. فالحمد لله الحياه تعود محطه ولاد زيان، او نقدروا نقولوا بطريقه اخرى ولاد زيان تتنفس الصعداء، يعني كما كتشوفوا واحد الحاله يرثى لها كانت فيها، يعني من بعد افارقه جنوب الصحراء اللي كانوا محتلين هذه المنطقه هذه. الى هنا مشاهدي قناه شوف، قناه شوف تي في، نكتفي بهذا القدر على ان نلقاكم بعد قليل في بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.